Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, Talamid Oula Ehdadi, خدمت معاكم النموذج. Voilà, donc باش تبان لكم ورقة مزيان. دونك خدمت معاكم النموذج الثالث، يعني الامتحان الثالث، وكنحط لكم يعني الصورة ديال الكتاب. التلاميذ اللي كنخدم معاهم باركور، كندير لهم الصورة ديال الباركور، واللي كنخدم معاهم لور دو فرونسي، يعني عندكم شوية ديال الدروس مختلفة، واللي كتكون مشتركة راه كنكتب غير أولى إعدادي، يعني كتخصكم بجوج. اللي عنده شي دروس معينة، مثلا لا ديسكريبسيون في الاخر ديال السيكونس، عندكم لا ديسكريبسيون دان انيمال، عندكم لا ديسكريبسيون دان اوبجيه. بالنسبه للباركور عليها ما كنخلطش. الوغ دابا هنا بالنسبه لهذا الشيء كيخص التلاميذ باركور. الوغ نبداو نشوفوا عندنا 3 اكزرسيس. هنا بالنسبه لشنو؟ بالنسبه لا برودكسيون عندنا 3 ديال التمارين. سنقاد لكم الكاميرا مزيان. Voilà donc هنا بالنسبة لو بخومييي إكزارسيس، بالنسبة لو بخومييي إكزارسيس شنو عندنا هنا؟ في كوغيسبوندغ لي زيليمون دو لا كولون أ. إذا هاد العناصر اللي عندنا في الكولون أ غادي نصيرو بخط يكونوا مناسبين، يعني هادي كل حاجة على إيش كتهضر. كوغيسبوندغ دو لا كولون أ أ سو كي كونفيان، المناسبين دو لا كولون بي. داكوغ؟ ألوغ هنا شنو عندنا؟ عندنا لو شيفغوي vit surtout en Europe, il habite les forêts. يعني هنا عطاونا هاد لو شيفغوي انيمال وقالوا لينا فين كي، يعني فين لابيتا ديالو، فين كي سكن، يعني فين كيعيش. الوغ هنايا عندنا شنو قلنا؟ لو باش تبان لكم مزيان، دونك لو شيفغوي في سورتو ان اوروب الى بيت لي فوري. الوغ هاد لا فراز، هادي هاد المعلومه هادي، واش كيهضروا لينا على سا فيميل الانثى ديالو اي سون بتي، يعني الصغير ديالو. دونك هو كيقول لنا فين ساكن، كيعيش في لا فوري. اذا واش كيهضروا لنا على لا طاي ديالو؟ نو، ما كيهضروش على لا طاي ديالو، كيهضروا على لو ليو دو في، المكان فين كيعيش. دونك كيهضر فغي، كيهضروا لنا على المكان فين كيعيش. الوغ واحد هاد الاولى مع من عتمشي هنايا ريبونس، عتمشي مع سي. انا غادي نكتبها لكم في الاخر. دونك عندنا الاولى تمشي مع السي، داكوغ؟ نشرحوهم كاملين ونقراوهم ومن بعد نعطيكم لا ريبونس نكتبوه. لا فيميل اي تابلي لا شيفغيت، الانثى سميتها لا شيفغيت، اي لو بتي سونوم لو فاو، يعني الصغير ديالو سميتو لو فاو. الو على من كيهضروا هنايا؟ كيهضروا لينا على لا فيميل الانثى اي سون بتي، الصغير ديال. اذا هنايا عندنا دو هي غتمشي لينا مع ا. شوفوا 3 لو شيفغوي سو نوري دارب، يعني كيتغدى كياكل لارب الاعشاب، دو فوي الاوراق، اي دو فخوي الفواكه. الوغ علاش كيهضروا لينا على سا نوريتور، يعني الماكله ديالو، داكوغ؟ الوغ إل ميزور اونفيرون 120 سنتيمتر، كيهضروا لنا على القياس ديالو، شحال فيه؟ فيه 120 سنتيمتر، دونك كيهضروا لنا على لا طاي ديالو. هنا عندنا إل بيز دو 15، يعني الوزن ديالو ما بين 15 15 ا 35 كيلوغرام. الوغ هنايا علاش كيهضروا لينا على سون بوا، الوزن ديالو. فوالا دونك هنا كتبتهم لكم هنا، يعني كل وحده مع من كتمشي هنا. الوغ نشوفوا دابا كيسيون 2، تيرمين لا ديسكريبسيون دو سو بلا ماروكان، يعني هاد لو بلا واحد الطبق مغربي كيوصفوه لينا. ها هما عطاونا الكلمات اللي ندخلوهم في هاد لو تيكست. عطاونا دون بيراميد، يعني على شكل هرم، دو سمول دو بلي، يعني داك الزرع، ان روبا، يعني باش كيتصايب، ان روبا وجبة، دارجيل الطين، لي سات ليغوم، يعني 7 ديال الخضر. الوغ هنا على شنو هاد لو بلا لي كيهضرو لينا عليه؟ كيهضرو على لو كوسكوس. الوغ شنو قالو لينا؟ لو كوسكوس ايت ان شنو؟ اي ماروكان. الوغ انا نشرح لكم باش نكتب لكم في الاخر. الوغ لو كوسكوس ايت ان روبا، هي ايت ان روبا، ايت ان روبا ماروكان، هي وجبه مغربيه. اذا هادي غنكتبوها هنايا. الي في، يعني تصايب باش كيتصايب لينا، يعني بكسكسو كما كنقولوا حنا، دو سمول دو بلي ديال الزرع، ديال كاين حاجه سميده، كاين هادي المهم ديال لو بلي باش كيتصايب، هادي دو ليغوم الخضر، اي دو فيوند اللحم، دو فو
d'agneau ou de poulet ou de djej. Eden. Le couscous est disposé sous forme qui t'hat, يعني هالطبق هذا. Donc هنا est disposé sous forme qui t'hat على شكل شنو؟ D'une pyramide qui t'hat على شكل هرم, يعني الشكل ديال le couscous كيفاش كيتحط au milieu du plat. Il faut styler avec le plat, شنو؟ D'argile. Voilà, كنكتبهم لكم. Au-dessus de la smooth, de نفوق فوق هذاك الطعام, شنو كاينين الطعام ديال القمح؟ On dispose شنو شنو كاين فوق الطعام, شنو كنحطو فوق الطعام؟ لي سات ليغوم, يعني كنحطو الخضره, يعني سبع خضار كنحطو الخضر. او سومي, يعني في هاك القمه ترون لو بولي, وفي القمه شنو كاين؟ كاين عندنا الفوق كاين دجاج و لو كارتيي دو فيوند. لو تو, يعني واش الطرف ديال اللحم. لو تو اي تاغوزي دون سافوروز صوص, وكلشي كنكب عليه واحد المرقه اللي هي بنينه. الوغ هنايا عندنا تخوازيام اكزارسيس, شوازي ان اوبجي. دونك فوالا ليكزارسيس. اختار قال لك اوبجي دو كوتيديان, شي اوبجي كنستعملوه يوميا ولا هو كاين كيتستعمل, اي ديكري لو ونوصفوه. اون انديكون سا فونكسيون, نحدو الوظيفه ديالو, سا فورم الشكل ديالو, سا كولور اي سا ماتيير اللون ديالو, و لا ماتيير الماده باش مصنوع. Voilà donc la description d'un objet. On a écrit ça comme on a annoncé le marteau, يعني المطرقة. Le marteau est un outil de bricolage. حنا غادي نهضروا على هذا لوبجي هذا, نوصفو, نهضروا على لا فونكسيون وظيفة ديالو, سا فورم الشكل ديالو, سا كولور اللون ديالو, يعني تقدروا تزيدوا هاد العناصر كاملة. Alors هو واحد لوتي دو بريكولاج, il était composé de deux matériaux, يعني هو شنو هي لا ماتيير ديالو؟ مناش مكون عندنا لو بوا, يعني من الخشب ولو ميتال, كاركتيريزي بار سا كولور برون. الوغ قالو نهضرو على لا ماتيير ونهضرو على لا كولور, حنا هضرنا عليهم, قلنا اللون ديالو يعني مارون, برون يعني هكا اللون ديالو مغلوق. إلا تا جينيرالمون لوغ تقيل. إلا تي اتيليزي بوغ اونفونسي, يعني لا فونكسيون ديالو حنا علاش كنستعملوه؟ بوغ اونفونسي ان كلو, يعني باش كتبدا تحفر, يعني كضرب كتدخل ان كلو مسمار دون اون بلونش فشي خشبه, يعني طرف الخشب دو بوا, ou un mur ou la carte de rabine que d'achat le mismar fil hait. Il pouvait également être utilisé ou qu'il était utilisé pour casser quelque chose de solide, ou d'un cadre on a reçu chi haja li ya solide qasha. Alors hadi بالنسبه باش تبان لكم مزيان, سكريني واللي بغى يسكريني. وما تنساوش انكم تكتبوا لا ديسكريبسيون ديال نوبجي وسميت القناه, غادي يطلع لكم واحد الفيديو انا دايره فيه بزاف ديال لي زوبجي, وصفه لي بابوش, دايره لي مونطخ المكانه, وصفه اي حاجه كارطابل, وصفه فاز, اي حاجه وصفها دايره لا ديسكريبسيون ديالها, نتوما تختاروا اللي بغيتوا. ما تنساوش ضروري تدخلوا وعاد تلقاوها, اكتب سميت القناه لا ديسكريبسيون ديال نوبجي, هي غادي تطلع لك.